يوم جميل، يوم متميز، يوم مليء بالفرح. زفينا لوطننا الكبير أكثر من 5000 طالبة في هذا اليوم. المشاعر صعب إن احنا نوصفها، لكن أهم هذه المشاعر هي بالعزة والفخر، العزة والفخر لانتمائنا لهذا الوطن الكبير. نفخر بهم ونفخر بأن كنا جزء من كوكبة متميزة رعتها الجامعة وزفتها إلى الوطن اللي تقوم بخدمته والوفاء بعهده، ويكون إن شاء الله ذخرا وذخيرة لهذا الوطن. نشكر اللجنة المنظمة على حسن الإعداد وعلى إخراج الحفل بهذا الشكل البهيج، داعين المولى لخريجاتنا بهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية. أشكر الله سبحانه وتعالى إن بلغني هذه اللحظة السعيدة وأنا أقف على عتبة التخرج مصحوبة بالتفوق والامتياز بعد سعي طويل وعمل دؤوب متواصل. أحب أهدي هذا التخرج لدولتي المملكة العربية السعودية، لوالدي، لعائلتي، لزوجي العزيز، لأهلي وأحبابي، لأبي. وشكرا. سعادتي لا توصف صراحة، فرحي كبير، فرحانة في بنتي، في البنات، في البلد كلهم تخرجهم، وأهدي لهم تبريكاتي وألف ألف مبروك للبنات كلهم.